عادا قطعت ولداود عبدي أقسام لو ثبتنا نسلك للأبد وليبني عرشك مدى الأجيال من في الغيوم يشاب الراب أو من بين أبناء الآلية يماثلون שלם עם חון אמרו עמרוך יוגליון קדיש אדמורני שום שיחה קרוזו ועד לוקה שוחה למשיחה وحان زمان الإشباع لتلد فولدت ابنا فسمع جيرانها وقاربها أن الله قد عظم رأفته لها ففرحوا معها ولما كان اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وكانوا يدعونه باسم أبيه زكريا فأجابت أمه وقالت لهم كلا لكنه يدعى يوحنا فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك يدعى بهذا الاسم ثم أشاروا إلى أبيه ماذا يريد أن يسميه فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله فحل خوف على جميع جيرانهم وتحدث بهذا في كل جبل يهوذا شوحا لا لها من أيث شوحا لا نمشيحا بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد آمين صباح الخير Good morning أخوتي وأخواتي الأعزاء سلام ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون وياكم هذا الصباح المبارك اللي هو الأحد الثالث من موسم البشارة هذا الأحد أخوتي وأخواتي نحتفل بميلاد يوحنا المعمدان في الإيمان مالتنا ثلاث عيد ميلاد نحتفل بهم ثلاث عيد ميلادات مهمة أول شيء هو عيد ميلاد مخلصنا يسوع المسيح عيد ميلاد أمنا العذراء مريم وعيد ميلاد يوحنا المعمدان اليوم الإنجيل يدعونا بأنه نتأمل بأنه ربنا شوف رحمة وحنان لإشباع وزكريا لكن أدعوكم أخوتي وأخواتي بأنه نتأمل بالناس اللي موجودين في إنجيل اليوم الناس غريبين عجيبين لهذا الوقت عندهم نفس الطباع مال الإنجيل مال اليوم نشوف أكو ناس يقول سمعوا لمن سمعوا بأنه الإشباع تحنن الرب عليها اجتمعوا الأقارب والجيران بعدين رادوا يفرضون اسم على زكريا والإشباع مو بس هاي كان عندهم ايضا معلومات بحيث يقولون الإشباع ماكو واحد بعشيرتك يسمى بهذا الاسم وبعدين الناس ايضا تحولوا الى وين الى خوف وبعدين يقول وكان جميع الذين سمعوا يفتكرون في قلوبهم قائلين ما عسى يكون هذا الصبي لما سكتوا أفكارهم وقلوبهم قامت تحكي غريبين الناس جدا غريبين وهذا الإنجيل يدعونا بأنه نتأمل أول شيء بأنه وعظم الرب حنانه لإشباع
إذا الناس اللي كانوا موجودين في إنجيل اليوم ملاحظين بأنه أكو حنان الله، أكو رحمة الله اللي هي أكبر من أي شيء موجود في العالم، الناس بذاك الوقت راح كانوا يسكتون. وهذه مشكلة الإنسان إلى اليوم. مشكلة الإنسان بدينا نسحف من بأنه نرضي ربنا وإلهنا إلى مراضات الناس. قمنا نحاول نرضي الناس بكل شيء بحياتنا، لأنه أول كلمة نقولها إذا سمعوا الناس راح يقولون علينا. ننسى مرات هواية إذا ربنا شاف إيش راح يقول علينا. إذا ربنا شاف إيش راح يقول علينا. وإحنا يا أحبتي كلنا وقعنا ضحايا بسبب العيب، بسبب إيش راح يقولون علينا، أو بسبب الشيء اللي راح ينحكي. وصرنا مثل الإنجيل اليوم، الناس بدأوا يفرضون أفكارهم وحياتهم وأساليبهم في حياتنا الشخصية، ومرات هواية إحنا بدينا نساعدهم بهذا الشيء. لكن ملاحظين فد شيء جدا مهم، بالوقت اللي أحاول أغير حياتي عن مدرضي جماعة معينة، أكو ناس بالجهة الأخرى راح يزعلون علي. بالوقت اللي أحاول أرضي الناس البقية، أكو ناس آخرين راح يزعلون علي. شنو الحل؟ الحل هو دائما بالوصية الأولى، أنا هو الرب إلهك لا يكون لك إله غيري. كل مرة أبدي أخاف من الناس وش راح يقولون الناس علي، دا أخلي الناس بمكان الله، راح أخليهم مكان ربنا. كل مرة أني أبدي أفكر بيني وبين نفسي بأنه إذا سويت فلان شي إيش راح يقولون الناس، دا أبتعد عن شيء اللي يريده ربنا في حياتي ولحياتي أيضا. خلي أول شيء بأنه رحمة الله، رحمة الله. إذا أني اليوم فكرت بأنه رحمة الله لازم تكون هي الطاغية على حياتي، خلي يقولون الناس إيش اللي يعجبهم، ممكن ما يرضون أيضا. ممكن الناس راح يعرفون أصلي وفصلي مثل ما عرفوا أصل وفصل اليوم في حياة الإصابات. ماكو واحد بعشيرتك يعرف بهذا الاسم. مرات ما تلاحظون أكو ناس يعرفون الديتيلز مال حياتنا أكثر من عندنا. يا أخي يا أختي يا عزيزي يا حبيبي، ركز على حياتك أكثر. لما أبدي أركز على حياتي والشيء اللي يدور بحياتي، ما راح يكون عندي وقت أركز على حياة الآخرين. لما ما يكون عندي كلمات أقولها، خل أتذكر بأنه حنان ربنا هو أكبر من أي شيء. لما ما عندي كلمات أنطقها، خل أجيب هذا الشيء يا ربنا وإلهنا وأقول يا ربنا وإلهنا، أكو أمور أقدر أغيرها وأكو أمور ما أقدر أغيرها. واطلب منك يا رب النعمه بانه تساعدني على مود افهم الامور اللي ما اقدر اغيرها. لكن مرات هوايه، مرات هوايه هذا اللسان يحكي هوايه بدون ما يفكر او بدون ما يشعر. فاحنا يا احبتي واقعين في مشكله كلش كبيره، وهذه المشكله هي لما اني ما اشوف حنان ورحمة الله، راح أوقع في خطيئة اللي تسمى خطيئة الدينونة. في بداية الإنجيل يقول إن الله قد عظم رأفته وحنانه لها ففرحوا معها. وبعدين راح يسمى الطفل يوحنا. يو هي من يهوى الرب، حنا اللي هو الحنان الرحمة. فكل كلمة أقولها اليوم حتى لما أريد أتدخل بحياة الناس الشخصية،
شي يلبسون وش يسوون وش ياكلون ويشربون، ايش قد خلوا بالحفله او ايش قد ما خلوا بالحفله، هذا شان شخصي. خل اشوف رحمه قبل ما ابدي ادين، خل اتذكر بانه حنان الله لازم يكون طاغي على لساني وعلى فكري وعلى قلبي وعلى حياتي. خل افكر بالكلام اللي دا احكيه اليوم، صديقي او عائله معينه اعرف مثلا واقعين بمشكله، خل قبل ما احكي ويا الطرف المعني او اذكر اسمه، خل اجي واركع امام ربنا واقول يا رب يا رب يا رب ساعدني، اعطي لي القوه بانه اكرز برحمتك وحنانك قبل ما ادين بلساني. معظم القرارات الموزنة اعتقد راح تتفقون بهذا الشيء، معظم القرارات الموزنة اللي نتخذها بحياتنا يا اما نكون كلش عصبيين او لما نكون كلش فرحانين. لما الانسان يكون كلش عصبي ياخذ قرارات جدا غلط ويتكلم بكلام هو غلط، ولما الانسان يكون جدا فرحان ياخذ قرارات ايضا ممكن يتندم عليها. فقبل ما احكي مرات هوايه خل اصلي وخل افكر، هل هذا الشيء اللي دا احكيه هو صحيح؟ هل هو للبنيان او للدمار؟ هل دا اشوف رحمه الله او دا اشوف شخصيتي وانانيتي وافكاري وكلامي؟ لانه مرات هوايه يا احبتي عدالتنا تختلف عن عداله السماء. فنشوف اليوم الناس دي يجون دي يحاولون، حاولوا راحوا على الإصابات، ايش راح تسميه؟ مو بس هاي قالوا، قالت راح اسمه يوحنا، راح نسميه يوحنا الرب حنان. قالوا اها راح تسميه يوحنا، فد لحظة راح نروح ندخل جوا رجلك، راح نروح نقول له ايش قلتي انتي؟ زوجتك ما تريد تسمي ابنك باسمك. هو هذا الشيء اللي دي يصير اليوم لما نحاول مع جهة معينة، بدل ما نصير مرات هواية طبابين خير مثل ما نقولها بكلامنا الطيب، طبابين خير، نحاول ندخل جو الإنسان وناخذ الفكر مع الإنسان ونبعده عن شيء اللي الله راده. لاحظ يوحنا في أول أسبوع من البشارة، من راد يسمي الطفل يوحنا؟ هو الله راد يسمي الطفل يوحنا. الإصابات ده تطبق الشيء اللي راد الله من عدها. فكل مرة أني أحاول بأنه أتدخل في حياة ناس وأعطي رأيي اللي 95% رأيي هو فارغ، لأنه ما أعرف شو يصير بحياة الناس. البيوت هي أسرار، حياة الناس هي أسرار، لا من حقي ولا من حق أي إنسان يتدخل بالحياة الشخصية مال أي إنسان، لأنه مو من حقنا هذا. خل أتذكر قبل ما أتكلم، أتذكر قبل ما أعطي رأيي، أتذكر قبل ما أفكر وأقول هل هذا الشيء يريده ربنا من هذا الإنسان؟ هل هذا الشيء يريده ربنا من عندي على المود أتكلمه أو على المود أسويه؟ فيروحون على زكريا. زكريا هو جدا جدا ذكي، اتذكر بأنه أكو وعد مال الله في حياته. ما قال الإصابات قالت هالشكل؟ شلون يصير؟ الإصابات ما تريد تسمي ابننا باسمي؟ شلون يصير؟ إلا أروح وأني أتدخل في حياته، ولا روح أنا وغير الواقع. ما راح على الإصابات قال لها ربنا طالنا ولد وما تريدين تسميه باسمي؟ كم وش قد من الأحداث تصير هالشكل في حياة عوائلنا بين العائلة الواحدة، لما يصير تدخل خارجي بحياة المتزوجين، زوجتك هالشكل وزوجك هالشكل، قال فلانة قالت هيجي وفلان حكى هيجي. مرات هواية الكلام اللي نطقه هل هو نابع من قلب محب ورحوم، أو مثل الإنجيل اليوم يحاولون بأنه يتدخلون بين هذا الكابل، الإصابات وزكريا اللي ربنا شوف إلهم حنان
ورحمة، المفتاح لكل شيء يا أحبتي، المفتاح لكل شيء، المفتاح لكلامنا، المفتاح لمواعظنا، المفتاح لحياتنا، المفتاح لعائلاتنا، المفتاح لأولادنا، هو بأن نشوف حنان ورحمة الله. وهذا الشيء، هذا الموسم اللي دا نحتفل به، لأنه ماكو مسيحية بلا رحمة، وهذا الشيء يركز على يسوع المسيح. أريد رحمة لا ذبيحة، عوف الذبيحة وعوف كل شيء، إذا ما تشوف رحمة اللي هو أساس كل شيء، كل الذبيحة اللي ممكن بأنه تقدمها هي ذبيحة فارغة، راح تكون غير مقبولة ومرضية عند الله. فيا أحبتي اليوم نشوف الناس وحياة الناس الشيء اللي دي يسووه اليوم، بدوا فرحانين، رادوا يتدخلون لأنه تصوروا عندهم الحق بأنه يتدخلون، عرفوا التاريخ مع الإشباع وزكريا، وكذلك أيضاً بعدين قاموا يحجون أكو خوف لأنه ما دي يفتهمون، وبعدين فكروا بنفسهم في قلوبهم. دائماً مثل ما نفكر ونطي أفكارنا لما ما نحجيها نبقيها في دواخلنا، لأن مشكلة الإنسان اليوم حتى لو ما كان الكلام هو بالأفكار اللي تعشعش في دماغنا، لأنه مرات هواية أكو الأفكار اللي ممكن تكون في دماغي اللي بنيتها على فئة معينة من الناس، على شخص معين، هاي الأفكار ممكن جداً بأنه تكون غلط. بالأخير هذول الناس ما رادوا الشيء اللي يريدوه، لأنه أكو ربنا اللي هو حنان يوحنا موجود في هذه العائلة. وسؤالنا اليوم إلي وإلكم، هل كلامنا نابع من رحمة الله؟ هل نظراتنا اليوم نابعة من رحمة الله؟ هل خدمتنا اليوم على المذبح نابعة من رحمة الله؟ هل تفكيرنا بالآخرين اليوم نابع من رحمة الله؟ هل تصرفاتنا اليوم نابعة من رحمة الله؟ هل نتدخل بحياة ناس ونحاول نخرب بيوت ناس؟ هل ندخل جو هذا وجو ذيك وجو ذاك الإنسان فقط عن مود نكون أداة بين ونوقع بين هذا الإنسان وذيك الإنسانة؟ هل نحاول مرات هواية نشوف عائلة سعيدة أو كابل سعيدة أو عائلة فرحانة ونبدي نحسد ونكره؟ مع العلم الحسد ما يؤذي الإنسان المقابلنا، يؤذينا إحنا أكثر. فاليوم يا أحبتي خل نبقى مع الناس في بداية الإنجيل، خل نفرح ويا الناس، ليكن فرحنا فقط خارجي مثل مرات هواي الحفلات اللي نروح لها لأنه معزومين، لأنه واجب نروح لها، لكن خل نفرح حقيقة من دواخلنا. والفرح الكبير مثل ما يقول يسوع المسيح في إنجيله، هناك فرح في السماء عندما خاطئ واحد يتوب. فرحنا الكبير يا أحبتي لما يكون إنسان مبتعد عن الله، إنسان ممكن يتصور بأنه ربنا ناسي، المجتمع ممكن يستصغر ويهينه، ذاك الوقت لما نشوف هذا الإنسان أمام حضرة الله خلي نكون رحومين بنظرتنا وكلامنا وتصرفاتنا كلنا احنا. يا احبتي اليوم الاحد الثالث من موسم البشاره اللي هو ميلاد يوحنا، قبل الميلاد خل نشتغل خلال هذا الاسبوع على معنى الرحمه. شنو معنى بانه ان يكون رحوم بكل شيء في حياتي؟ بشفاعه مريم العذراء، بشفاعه القديس يوسف والقديس يوحنا والقديس غورغيس. آمين.